مشاهدينا الكرام، أيضا هناك مشاركات عديدة. الشبل لديه مشاركة في الشوط الثالث لأبكار المحليات مع ندر. رحب بك أنا عبر قناة بيريس. مرحبا يا هلا، أنا أتفائل بك أصلا. اليوم يوم كاس منوة، أول واحد سوى عند اللقاء أنت. إن شاء الله يكون نفس الشيء اليوم. إن شاء الله الله يوفقك، وهذاك أول يمكن عودة للرموز. إن شاء الله. اليوم راح تستمر إن شاء الله. احنا نتامل هذا الشيء، لكن الركاب سبق اللي عندنا في الشوط. نعم توفيق عند الله سبحانه وتعالى. اتوقع لو قلنا نسالك عن امنياتك عن تكتيك الشوط، كيف راح يكون تكتيك الشوط؟ والله المستويات متقاربه في ركاب الجايات الاول ثاني ثالث في المرموم، وفي عناصر مفاجاه داخله على الشوط. نعم. مثل والله يعني في ركاب كلهم اخذت سيارات ودخلنا اول مره من ضمن بكراتنا احنا، وفي بكرات ثانيات يعني، لكن التوفيق عند الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون الخطوره في اسم معين، في تحذير من اسم معين؟ والله كلهم بكرات الاعصار الغربي، بكرات سبق، وبكرات مارخان بعد سبوق وندى. في ندى وندى، اتوقع بتكون في شيء بين ندى وندى. مزنه اي نعم، في اسماء خطيره. اي نعم اي نعم، متقاربات كلهن، بس عاد اللي قبلته احسن واللي توفيقها اكثر بتفوز ان شاء الله. اتمنى لك مرحبا، حياك الله، نشوفك ان شاء الله. ان شاء الله توفيق. اذا مشاهدينا الكرام، فعلا الجميع مستعد بشكل كبير وحضر ايضا من خلال هذه المشاركه. رموز الثنايا غير والناموس غير في ميدان الوثبه. نذهب لاجراء مزيده من لقاءات.